أعلنت اليوم وزارة الصحة وفاة 21 شخصا من كبار السن وإصابة 581 آخرين بسبب ارتفاع درجات الحرارة أمس، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات جراء الإجهاد الحراري إلى 61 حالة منذ السبت الماضي. وأهابت الوزارة في بيانها بالمواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.